مرحبا، يعطيكم العافية وأهلا وسهلا في حلقة جديدة من حلقات بلاك ميرور. رح نبدأ بالسيزن الثاني. سيزن ثاني 4 حلقات. حنبدأ بالحلقة الأولى اسمها بي رايت باك. بي رايت باك أو ارجع مرة ثانية بتحكي عن علاقة حب بين هاي السيدة ورجل كانت تحبه. توفى هذا الرجل، فخلال أحد المحادثات مع سيدة نصحتها باستخدام ويب سايت جديد بيقدر يعمل لها imitation للشخص هذا. فالويب سايت هذا، يعني هذه من الحلقات اللي عملت ضجة كبيرة، لأن هذه أنا بقول لك مستقبل جاي قريبا. عملت بتأخذ الداتا عندك من الصور الفيديوهات للشخص المتوفي، وبتحاول تدرس الشخصية تبعته، الكاركترز تبعه، وخلال هذه الدراسة بيصير يعطيك كيف هو برد على المسجات، كيف بحاول يكتب، كيف طريقة كتابته، كيف طريقة حكيه، شو بعرف عنك، شو بتعرف عنه. بدرس السيكولوجية تبعته. طبعا الموضوع very deep. خلال هذه الحلقة زي ما انتم شايفين هون بدأت هي تعمل تشات معه. هذا الفيرجن الأول من البرنامج هذا، بتعمل بس تشات كتابة. بعدين بتتطور العلاقة مع الشخصية الوهمية هاي، بتصير تحكي معها تلفونات زي ما انتم شايفين هون، بتصير تحكي تلفونات مع هذا الشخص، بياخذ الصوت نفسه من الفيديوهات اللي عملها اللود من تلفونها او من الكلاود، من الانترنت، من الفيسبوك، شو الشغلات اللي كان يعملها على السوشيال ميديا. بصير يحكي عادي، صوت يعني صوت طبيعي. طبعا إشي غريب لحد هون، كله هذا ممكن يمكن الآن يصير هذا برنامج. بس طبعا نبتعد عن موضوع الإثكس أو الأخلاقيات، لأنه طبعا هذه الحلقة عملت كتير ضجة عن موضوع الأخلاقيات، إنه هل ممكن إحنا نعيد واحد ميت حتى لو فيرتشوالي، يعني نصير نحكي معاه. فهون مش تحضير جن هذا ولا تحضير أرواح، هذه فعلا برنامج زي ما انتم شايفين ماشي، هي بتحكي معاه عادي أكنه طبيعي. طبعا في عرضوا عليها فيرجن جديد، الفيرجن الجديد الثالث اللي هو هذا، اللي هو عبارة عن جسد. انت زي ما انت شايف هون جاها زي فوم اشي هيك، فقالوا لها عندها انستركشن وصلها، بتحطه في المية. المهم بعد ما حطته في المية، خلينا اقدم لكم اياه شوية. هذا هو نفسه الشخص، جاها على شكل جسد، فصار عندها الجسد، عندها الصوت، عندها النفس، بس ما عندها الروح. ما بأكل، ما بشرب، ما بينام، بس أكنه شخص عادي. هو نفسه، وجهه، طوله، عرضه نفس الشكل، ما بتجعد، ما بكبر بالسن. يعني رجعوا لها إياه. طبعا القصة هو ما فيها أنه في البداية هي بتكون مبسوطة أنه رجع لها الشخص اللي بتحبه، ولو هو عن طريق زي ما أنتم شايفين يعني بس فيرتشوالي. لكن في الحقيقة بعد فترة بتشعر انه ما عنده مشاعر انسانية، لانه هو عبارة عن مبرمج، يعني جهاز مبرمج. ففعليا بتنتهي الحلقة انه في هي بتزهق، تتعب تتعب تتعب. طبعا بتكون هي حامل في المسلسل هاي، وبتنجب طفلة، لكن بتضطر انها في النهايه زي ما انتم شايفين بتحطه في السقف. طبعا بتكون مخبياه، ما حد بيعرف لانه هو متوفي، بتحطه في العليه في السقف في الاعلام. احط لكم الحلقه وين هي هون. بتقول له هي اطلع خلاص، بتضطر انها تهربه، لكنه بقول لها انا حسب النظام اللي انا مبرمج عليه ما بقدر ابتعد عن الشخص اللي عمل لي اكتيفيشن، فبكون يعني خلص لزقه. فبتضطر انها تحطه في العلية البيت، اللي سقفية البيت. وطبعا بنتها بت في نهاية، يعني بدي اورجيكم هاي بنتها، بتصير بتعرف انه في شخص عندهم وفي علاقة، انه هذا عندهم ضيف، ما بتعرف انه هي ابوها الفيرتشوال اللي مش موجود حقيقيا. لكن هاي هون بتشوف بكون هو محشور في الالية، لا بده يشرب ولا يأكل. لكن هي البنت هون لانه عيد ميلادها كان، فما اخداله كيك، طبعا مش حيأكل كيك لانه هو
مش إنسان طبيعي، يعني هو عبارة عن برمجة لجهاز. الحلقة هاي طبعا من الحلقات اللي أنا كثير أثارت في الفضول، إنه هل يمكن أن يحصل شيء مثل هذا في المستقبل القريب ولا لا؟ طبعا علمها عند الله، لكن أنا أتوقع الفيرجن الأول والثاني سهل جدا إنهم يعملوا إيميتيشن للصوت إذا قدروا يأخذوا معلوماتك من الكلاود. الفيرجن الثالث الله أعلم اللي هو الجسد، هذا يمثله بجسد. لكن أجين حلقة جديرة بالمشاهدة، وأعتقد إنه أي واحد ممكن يروح يحضرها، وأكيد حتعمل له تفكير مهم. نراكم في الحلقة القادمة، وإن شاء الله تكونوا على خير. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.